النسيج الاقتصادي في المغرب حوالي 279 ألف منصب شغل خلال الفترة الممتدة بين الفصلين الأولين من سنتي 2022 و2023 جرى انخفاض منسوب الساكنة النشيطة في بلادنا، وذلك من 10 ديال الملايين و697 ألف فرد إلى نحو 10 ديال الملايين و418 مليون شخص. وحسب أسبوعية المشعل، فكشفت آخر أبحاث المندوبية السامية للتخطيط عن التحاق 83 ألف عاطل جديد بسوق الباحثين عن فرص الشغل في بلادنا خلال نفس الفترة الزمنية، وارتفع العدد الحالي للعاطلين حسب نفس المصدر إلى مليون ونصف شاب، الغالبية ديالهم من حاملي الشواهد العليا، بحيث أصبح معدل البطالة في أوساطهم يناهز 61.4%، وهذا الأمر يؤشر على معطى اقتصادي جد سلبي. يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه مذكرة إخبارية أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال 2022، أن أكثر من نصف الساكنة النشيطة اللي كتشتغل تحديدا 51.2% ما كتمتلكش أي شهادة دراسية أو تكوينية، فيما 10.7% منهم يزاولون عملا موسميا و 12.8% يزاولون شغلا غير مؤدى عنه. أما 26.5% فقط كيستافدوا من التغطية الصحية الأساسية المرتبطة بقانون الشغل في بلادنا. كما أن عدد السكان اللي هم في سن النشاط، أي الأشخاص اللي كتجاوز أعمارهم 15 سنة، بلغ حوالي 27.5 مليون شخص خلال سنة 2022، منهم 12.2 مليون نشيطين و15.3 مليون خارج سوق الشغل.